السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، كنعتذر منكم بزاف بزاف لانني طولت الغيبه و الظروف هي اللي كانت مانعاني انني نغيب هذه المده كامله، ولكن كنوعدكم بانه ان شاء الله من هنا لقدام غدا نبقى نتقاسم معكم دائما الوصفات ديالي، ونبقى ندير معكم بحال هكا دي فيديو. مهم انني ما نغيبش عليكم. بخصوص الفيديو ديال اليوم، كيف شفتوا في العنوان، فاليوم غادي نقدم لكم وصفه ديال الكيك بالشوكولا والمكسرات اللي كيجي لذيذ لذيذ بزاف. نتمنى انكم تجربوه وانه ينال الاعجاب ديالكم، فبقاو معايا باش نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. على بركة الله، بالنسبة للمكونات غنحتاج 3 حبات ديال البيض بدرجة حرارة المطبخ، نصف كأس ديال السكر الخشن أو ما يعادل 80 غرام، عندي كأس مملوء ديال الدقيق الأبيض ما يعادل 100 غرام، عندي 1 ساشي ديال الفانيلا، 1 خميرة كيماوية ما يعادل 8 غرام، عندي قبصة ديال الملح، 200 غرام ديال الشوكولا اللي قطعتها بحال هكا لانني غادي ندوبها، وعندي 100 غرام ديال الزبدة. فاول حاجة غنديرو كناخدو الشوكولا اللي قطعته هكا باش يسهل عليا انني ندوبو، كندير معاه 100 غرام ديال الزبدة اللي تكون حتى هي بدرجة حرارة المطبخ، وغادي نديرهم اما في الميكرووند اولا في حمام مريم حتى كيدوبو لينا. من بعد ما ذوبت الشوكولا ديالي فكنخليها جانبا حتى تبرد شويه. في هذا الاثناء كندوزو باش نهرسو البيض ديالنا ولا كنطربو البيض. فوالا عندنا 3 حبات ديال البيض كيف قلت لكم بدرجة حرارة المطبخ. اللي غادي نطربوهم مع نص كاس ديال السكر او 80 غرام ديال السكر. من الاحسن انكم يعني يكون ديما عندكم الميزان هكا كتديروا مقادير اللي هي مضبوطه. عندنا واحد القبصه ديال الملح غير باش كنعادلوا الذوق يعني، وعندي واحد ساشيت الفاني. فوالا يمكن لكم ديروا الفانيليا السائله اللي متوفر عندكم. هادشي كامل غنطربو بالطراب الكهربائي. من بعد ما طربنا البيض ديال البيض مزيان فغادي نضيفو هداك الشوكولا اللي سبق لينا وذوبنا هو الزبدة، كيكون يعني برد لينا شويه ما بقاش هذيك الحراره اولا سخون بزاف. فوالا ودابا نخلطو غير بسباتو اولا بالتراب اليدوي. فوالا وكنضيفو الدقيق اولا النواشف. هنا عندي الكاس ديال الدقيق وعندي واحد ساشي ديال الخميره كيماويه ما يعادل 7 غرام كيف قلت لكم في الاول. كنخلطو غير بشويه، نقدروا يعني ندخلوه على 2 دفعات. فوالا نحيد سباتو ندير بالطراب اليدوي سا سرا براتيك. فوالا نضيف الكمية اللي بقات لي ديال الدقيق وغادي نخلطو كيف قلت لكم يعني غير بالمهل حتى كتمتزج لينا المكونات كاملة. فوالا
هذا هو الخليط ديال الكيك اللي كنحصلوا عليه. صافي كنجيب واحد المول اللي سبق لي انا ودهنته بالزبده وغشيته بالدقيق وغادي نكب فيه الخليط ديالي. هنا سبق لي وسخنت الفران على درجه حراره 180. كندخلوها للفران يعني ما كتاخذش لينا وقت كثير، تقريبا 25 دقيقه وصافي. ها الكيك ديالنا موجود وكيجي فريمون لذيذ بزاف، نتمنى انكم تجربوه. هنا الا بغيتوا يعني كاضافه يمكن لكم انكم ديروا فوق منه دي فروي سيك، فوالا على حسب اللي متوفر عندكم. انا هنايا عندي شويه ديال الكركاع اولا النوا، عندي شويه ديال النوازيت، عندي شويه ديال البيستاج حتى هو. فوالا شي كله خليته بحال هكا، طريفات لي شويه كيكونوا غلاط وكيبانوا شويه. فوالا وكنزوق بهم الكيك ديالي من الفوق، كيجي فريمون غورمون ولذيذ بزاف. فوالا دابا بقى لي الا ندخلوا الفران ومنين غادي نخرجوا غنوريكم الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفرن وخلينا حتى برد تماما عاد باش قطعناه. وهذا هو الشكل ديالو كيفاش كيجي، عفوا تحت لي، فكيجي خفيف وكيجي موايو وكيجي لذيذ لذيذ بزاف. نتمنى انكم تجربوه، انا الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه فما تنساوش خليو لي اكبر عدد ديال لي لايك وكذلك تقاسموها مع الاصدقاء ديالكم. ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء والى فيديو مقبل ان شاء الله.